أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعون فيها. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعين عبد الغني زعلان خلفا للسلال مديرا لحملته الانتخابية قبل ساعات من غلق باب الترشح للانتخابات، فهل يعلن بوتفليقة ترشحه بشكل رسمي؟ ومنظمات حقوقية تطالب بتوفير الرعاية الصحية للقيادي محمد البلتاجي داخل محبسه، واتهامات للسلطات المصرية بالقتل البطيء للمعتقلين. تحدي مومو قد يدفع طفلك للانتحار، ودار الإفتاء المصرية تحذر أولياء الأمور. نواب جمهوريون يشبهون إلهان عمر أول محجبة في الكونغرس بالإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر. ورداً على بيان النيابة العامة في السعودية، العفو الدولية تحذر من مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة وتقول إنه إشارة مروعة لحملة القمع في المملكة. كل هذا وأكثر في هاشتاج، تابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج، ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب AGM مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها، فشاركونا. البداية من الجزائر، ووسط أنباء عن دخوله في حالة صحية حرجة، عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزير النقل الحالي عبد الغني زعلان مديرا لحملته الانتخابية لرئاسيات 18 أبريل خلفا لمدير حملته ورئيس وزرائه السابق عبد المالك سلال، وذلك حسب وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر. ولم يتم تفسير أسباب هذا التغيير الذي يأتي قبل ساعات من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية أن الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا، وأنه بات متعذرا إجراء جراحة ضرورية كان مقررا أن يخضع لها، إلا أن وضعه الصحي حال دون ذلك حسب قناة يورونيوز. في حين تظاهر عشرات الآلاف في مناطق عدة من الجزائر أمس معبرين عن رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ورافعين شعارات مناهضة للنظام، يأتي هذا في الوقت الذي يلف فيه الغموض مصير ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. دعونا مشاهدينا نتابع مشاهد من المظاهرات التي تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ننتقل إلى ردود الفعل الواسعة التي جاءت عبر وسم لا للعهدة الخامسة رفضا لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، حيث كتب الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت باختصار شديد: الجزائر تنتفض. لتدون الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي: الشعب أصلا زعلان قبل تعييني زعلان. ويغرد الصحفي الجزائري نجيب بالحمير: تنحية سلال من منصبه كمدير لحملة بوتفليقة وتعيين عبد الغني زعلان مكانه يسيرون عكس الزمن. ليكتب المعلق الرياضي حفيظ دراجي: العهدة الرئاسية لبوتفليقة انتهت، ولا يحق له اتخاذ قرارات جوهرية تخص مستقبل الأمة الجزائرية. أما بريك محمد قال بوتفليقة: أيها الشعب الجزائري، أنا فهمتكم، أنا فهمت الجميع، الوضع يفرض التغيير، تغيير عميق، نعم تغيير عميق وشامل، والدليل أن هنا حسلال وحط زعلان، الله على هالتغييرات. الفرق بين بن علي وبوتفليقة أن الأول خرج يخاطب الشعب التونسي وتعنا خارج نطاق التغطية. أما صاحب هذا الحساب قال: زعلت السلطة من الشعب الجزائري فعينت زعلان، فماذا لو فرحت؟ لا سلال ولا زعلان،
لا علان لا بوتفليقة لا للعهدة الخامسة. أما ياسين فغرد وقال عبد الغني زعلان، ميرا لمحمد عبد العزيز بوتفليقة في مكان سلال، اللعاب حميدة والرشام حميدة ارحلوا ولا نريدكم تلعبون بمشاعر الشعب. أما الدكتور حازم حماني قال أنباء عن تعيين عبد الغني زعلان كمدير حملة بوتفليقة في مكان عبد المالك سلال، أظن أن عملية استبدال بوتفليقة بمترشح آخر وفريق جديد تسير بسرعة في الخفاء. أما وغرد الأستاذ الأخلاق السياسية محمد مختار الشنقيطي غرد قائلا حين يسافر بوتفليقة وهو على فراش الموت للعلاج في الغرب فذلك أكبر دليل على فشله الذريع، فهو لم يشيد طيلة فترة حكمه المديد مؤسسة طبية محترمة يعتمد عليها في علاج نفسه فضلا عن علاج أبناء وطنه وما أكثر القادة العرب الفاشلين مثله. وأخيرا غردت الكاتبة المصرية مي عزام في السودان والجزائر لا تنخدعوا يا راغبي الحرية والكرامة بكلام الليل ولا تنقسموا ولا تسمحوا أن تخترقوا، ابحثوا عن جماعة من بينكم تمثلكم ليس لديها أغراض أو مرض الحكم والسلطة، التظاهر أول الطريق الأصعب لم يبدأ فهو مشوار طويل استكمال لا يستكمل إلا بالإخلاص والأمانة والتضحية وإنكار الذات. وعلى مستوى تناول وسائل الإعلام الجزائرية للاحتجاجات الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا للتلفزيون الجزائري بث فيه أنباء عن مظاهرات سلمية في البلاد للمرة الأولى، لكنه تحاشى ذكر أنها ضد الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. دعونا نتابع. بداية شهدت اليوم العديد من ولايات الوطن مسيرات سلمية رفع خلالها المواطنون شعارات توشحت بألوان العلم الوطني وجابت مختلف الشوارع الرئيسية والأحياء في المدن الكبرى، تعالت خلالها هتافات المواطنين بضرورة الحفاظ على الوطن. مسيرة كانت سلمية حملت في مجملها شعارات الدعوة من أجل الأفضل، وهذا وسط مرافقة أمنية يقول الجلال عماري. مسيرات اكتست عنوان السلمية، تعالت خلالها أصوات الجموع، رفعت الأعلام وأشهرت اللافتات. من وهران إلى قسنطينة، ومن العاصمة إلى عنابة، وهناك في ولايات جنوبنا الكبير مطالبة بإصلاحات سياسية عميقة في القريب العاجل ودعوات من أجل التغيير السلمي. بالانتقال إلى مصر، حملت أسرة الدكتور محمد البلتاجي القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين النظام المصري المسؤولية عن حياته وما يتعرض له في سجن العقرب جنوب القاهرة. وقالت الأسرة في بيان إن حالته الصحية تزداد تدهورا وإنه تعرض لجلطة دماغية بدت آثارها عليه في الجلسة الأخيرة لمحاكمته، مؤكدة أنها لا تعرف متى أصيب بها ولا الإجراءات التي اتخذت لعلاجه، ولا سيما مع منع الزيارة والتواصل بين معتقلي سجن العقرب وذويهم للعام الثالث على التوالي. من جانبها قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسؤولية عن تدهور صحة البلتاجي، وجددت المنظمة دعوتها للأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل للضغط على السلطات المصرية لوقف سياسة القتل البطيء داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية بالتعذيب والإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز. دعونا نشاهد هذا الفيديو عن حالة البلتاجي من شبكة رصد.
عرفت من المحامين بعتوا لنا ان هو دكتور بلتاجي يبدو عليه حاله اعياء شديده جدا. بتنفوا كده طلعوه يتعالج بره ونشوف هل هو فعلا أصيب بجلطة ولا لا. حول الحالة الصحية للبلتاجي غرد نائب رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد البرادعي. الحق في العناية الطبية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويجب أن يكون متاحا لكل إنسان حتى وإن كان مقيد الحرية. ينطبق هذا على الدكتور محمد البلتاجي وأي إنسان في حاجة إلى رعاية صحية. إنسانيتنا واحدة ليست انتقائية ولا تتجزأ. ليغرد وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية الأسبق محمد محسوب. أعتقد أن نقل الدكتور محمد البلتاجي إلى المستشفى في ظل الأنباء المتداولة بشأن الأزمة الصحية التي ألمت به هو واجب إنساني يجب أن يسمو على أي خصومات سياسية وألا تعيقه إجراءات شكلية. فلا يجوز أن نترك إنسانيتنا تنزف كل يوم لأسباب وادعاءات مختلفة. أما عمرو مجدي فغرد وقال وهو متحدث باسم هيومان رايتس ووتش: وردني أن الدكتور البلتاجي أصيب بجلطة دماغية في سجنه ولم يحصل على أي عناية طبية لائقة. تتعامل الحكومة المصرية مع نزلاء السجون كأنهم أقل من البشر، تتركهم للمرض والموت يحصدهم وهم يتفرجون بل ويمنعون العلاج. كل هذا ظلم من أي نفوس يأتي؟ أما الصحفي أو الدكتور طارق الزمر غرد وقال: التضامن مع الدكتور محمد البلتاجي هو تضامن مع ثورة يناير التي ضحى وكل أسرته من أجلها، وهو تضامن مع كل المعتقلين بكل اتجاهاتهم والذين اجتمعوا على توافقية البلتاجي. ليغرد الصحفي وائل قنديل: فلما جاءت موقعة الجمل معركة فاصلة تكون معها ثورة أو لا تكون، وجدنا البلتاجي وشباب الإخوان يشكلون الدرع الواقي للميدان من هجمات تتار الفلول والثورة المضادة، وشعرت بالخجل والغضب من نفسي التي كانت تحدثني قبل أيام بأن إخوان البلتاجي يستعرضون قوتهم بالميدان. وفي مصر أيضا تحدث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رحلة المخاطرة اليومية لتلاميذ المدارس في قرية عزبة الديب بالبحيرة عبورا إلى الجانب الآخر على مواسير الصرف للوصول لمدرستهم. نشاهد هذا الفيديو من صفحة الجزيرة مصر على فيسبوك. Thank you.
ونبقى في مصر أيضا، حيث حذرت دار الإفتاء من المشاركة في لعبة تسمى مومو، مؤكدة على أن من استدرج للمشاركة فيها أن يسارع بالخروج منها. وهابت دار الإفتاء المصرية بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة ومنعها بكل الوسائل الممكنة. وتستخدم اللعبة شخصية مومو، وهي شبيهة بالدمى ذات عيون واسعة وعميقة وابتسامة مرعبة لإخافة الأطفال. تطلب منهم التواصل معها عبر واتساب، وتقوم بعد ذلك بإخافتهم بالصور العنيفة وتدفعهم لإيذاء أنفسهم أو حتى الانتحار وفق تقارير إخبارية، من دون أي تعليق من صانعي هذه اللعبة بشأن تلك الاتهامات. ونصحت دار الإفتاء الآباء بمتابعة أولادهم والحرص على معرفة الألعاب التي يلعبونها حتى نقيهم شر هذه اللعبة. وحتى الآن أصدر العديد من المدارس في المملكة المتحدة تحذيرات لأولياء الأمور حول تحدي ميمو، فضلا عن المنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتحدي. وحول التحذير من هذه اللعبة، غردت إيمان عبد الله عبر تويتر: احذروا مومو، تحدي شخصية خيالية مخيفة تظهر للأطفال أثناء مشاهدة أفلام الكرتون على قناة يوتيوب كيدز، علما أنها لا تظهر في بداية الحلقة أو آخرها بل بمنتصفها وعندما تكون فرص وجود الطفل لوحده، وهي تحدي مشابه للحوت الأزرق أو لعبة مريم، أو تظهر عبر الواتساب. ليعلق سليمان: تحذير عودة لعبة مميتة اسمها مومو تسببت حتى الآن في انتحار مراهقين. فتاة بملامح مرعبة رسالتها عبر الواتساب: مرحبا أنا مومو، أعرف كل شيء عنك، هل تود تكملة اللعبة معي؟ إذا لم يتم الالتزام بتعليماتي سأجعلك تختفي. ليعلق الدكتور عبيد صالح: تنتشر لعبة حاليا يطلق عليها مومو، وتتعمد اللعبة تحديا يطلق عليه تحدي مومو تشالنج، وكحال كل الألعاب بدت بالانتشار في بلدان عديدة حول العالم وفي مقدمتها المملكة المتحدة وروسيا. أما ندى فغردت: إضافة للعبة مريم والحوت الأزرق، ظهرت لعبة جديدة على الساحة وهي لعبة مومو. ظهرت تقارير عديدة تحذر من تداعيات هذه اللعبة التي قد تظهر أمام الطفل من تطبيقات أخرى وقد تؤدي بالطفل إلى الانتحار في نهاية الأمر، خلوا عنكم عولتكم. أما حساب الصدى قال: ظهر تحدي مومو المرعب مجددا للأطفال والمراهقين، ولكن هذه المرة مندسا وسط مقاطع فيديو يوتيوب كيدز أثناء مشاهدتهم مسلسل بيبا بيك أو لعبة فورتنايت، تجنبا لاكتشافها من قبل الوالدين. وحذرت السلطات البريطانية الآباء من هذا المسلسل المنتشر على يوتيوب وهذه اللعبة. أما حساب الإمبراطور: لعبة اسمها مومو ظهرت في بريطانيا شبه الحوت الأزرق، بتظهر للأطفال وترعبهم وفي منهم انتحر، قلت من زمان إن تل الأطفال غلط. فاصل قصير، ابقوا معنا. عشر سنوات مضت كنا فيها مع الإنسان، عندما أوغل المحتل قصفاً للمدنيين وسحقت الأقليات وتفشى القتل بسبب الهوية وعصفت الكوارث والحروب بالإنسان وأصبح المتوسط بحيرة للموت واستخدمت الأسلحة المحظورة ضد المدنيين وزاد القتل والإعدام خارج القانون وأصبح الصحفيون أكثر استهدافاً، كنا مع الضحايا نسمع أصواتهم وننقل أوجاعهم ونقود المبادرات العالمية للدفاع عنهم. مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، عشر سنوات مع الإنسان وفي خدمة قضايا. أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن شجارا نشب بين نواب جمهوريين وديمقراطيين نجم عنه إصابة نائب ديمقراطي في ولاية غربي فيرجينيا يدعى مايك كابوتو، على خلفية وصف إلهان عمر أول نائبة مسلمة محجبة في مجلس النواب الأمريكي بأنها إرهابية. وتعود الحادثة إلى فعالية نظمها الحزب الجمهوري في مبنى مجلس النواب في ولاية غربي فيرجينيا،
وتضمنت عرض ملصق تظهر فيه صور إلهان عمر، وفي خلفية الصورة يظهر برجا مركز التجارة العالمي يلفهما اللهب في إشارة إلى أحداث 11 من سبتمبر. وكتب أعلى الملصق: لا تنسى أبدا. وفي أسفله كتب أمام صورة إلهان عمر: أنا الدليل أنك نسيت. وفي وقت سابق قالت النائبة إلهان عمر إن الحملة الشعواء التي استهدفتها هي وزميلتها رشيدة طليب مفهومة تماما، لأنهما يقومان بتغييرات جوهرية في النظام الأمريكي. وقالت إنها لا ترغب في الوقوف في موقف المدافع عن هويتها بشكل مستمر كما يريد لها كثيرون، بل ترغب في الدفاع عن أفكارها. النائبة في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر علقت على الحادث عبر صفحتها في تويتر قائلة: لا عجب أن أوضع على قائمة تصنيفي كإرهابية محلية، وأن تكتب عبارة اغتال إلهان في محطات الوقود في منطقتي الجمهوريون المعادون للمسلمين يصورونني كإرهابية ولا أحد يدينهم. أما عضو الديمقراطي في مجلس ولاية فيرجينيا الغربية مايك بوشكين عبر تويتر وقال: لماذا يكون من الصعب بهذا القدر القول لزملاء الجمهوريين إن من الخطأ تعليق لافتة تحمل الكراهية للإسلام؟ أما ياسر الزعاتر فغرد وقال: جمهوريون يعلقون لافتة على مبنى مجلس ولاية فيرجينيا يتهمون من خلالها إلهان عمر ضمنا بالإرهاب، حيث وضعوا صورتها مع صورة برجي مركز التجارة العالمي. ترامب عنصري وجزء معتبر من جمهوره من ذات القماشة، هم ضدها بسبب لونها أصلا، فكيف وهي مسلمة محجبة؟ أما حساب أسماء فقالت في مؤتمر الحزب الجمهوري: هذه المرأة وضعت لافتة عليها هجمات 11 من سبتمبر، وصورة لإلهان عمر عضو الكونغرس المحجبة، وهي توحي أن إلهان إرهابية. اليمينيون يعتبرون كل المسلمين إرهابيين، وحكومات الدول ذات الأغلبية المسلمة يطلقون وصف الإرهابي على خصومهم. إلى السعودية، حيث قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن إعلان النيابة العامة السعودية للوائح الدعوة ضد الناشطات المعتقلات لم يحدد ما هي الاتهامات الموجهة لهن. وأضافت المنظمة في بيان أن الإعلان لم يشر إلى ادعاءات المعتقلات بشأن تعرضهن للتعذيب. من جهته قال مايكل بيج نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن النيابة وجهت اتهامات للناشطات بدلا من الإفراج عنهن من دون قيد ولا شرط. من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن إعلان النيابة العامة السعودية أنها بصدد إحالة نشطاء حقوقيين للمحاكمة هو بمثابة إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع نشطاء حقوق الإنسان. وحذرت المنظمة في تغريدة على تويتر من مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في مجال حقوق المرأة، كما طالبت بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي في السعودية. وكان أكثر من 50 منظمة حقوقية عربية ودولية قد طالبت بالإفراج الفوري عن المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء في المملكة. وبعثت المنظمات رسالة إلى أكثر من 30 وزيرة خارجية لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ قرار في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان يدعو إلى الإفراج الفوري عن المدافعات عن حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن بعض الناشطات المعتقلات تعرضن للصعق بالكهرباء والجلد والتهديد بالعنف الجنسي، وأن هذه الإساءات جعلت بعض النساء غير قادرات على المشي أو الوقوف بشكل سليم. تفاعل واسع بين المدونين جاء عبر وسم بيان النيابة العامة، حيث تساءلت علياء الهذلول شقيقة المعتقلة لجين الهذلول. ذكرت النيابة العامة أن جميع الموقوفين على ذمة التحقيق يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها النظام. إذن أين مذكرة التوقيف وأين المحامي أثناء التحقيق؟ وأين يقع السجن السري الذي تم فيه التحقيق والتعذيب؟ هل هذه الأمور تناسب طموحات الدولة الحديثة؟ ليغرد بدوره شقيق لجين الهذلول وليد الهذلول: بناء على البيان الذي صدر من النيابة العامة ممكن نعرف نتائج التحقيق في التعذيب قبل أن يتم تحويل المعتقلات إلى المحاكمة. مو أنتم قلتوا بتحققون في دعاوي التعذيب؟
لم يحقق أحد مع لجي بخصوص التعذيب. إن كان هنالك اعتراف فهو اعتراف تحت التعذيب. ليغرد الدكتور عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة بيان هش وركيك لغويا يتحدث عن دعوة ويقصد دعوة ويعد بمرحلة جديدة من المحاكمات السرية بعد سلسلة فضائح تتعلق بالتحرش الجنسي الممنهج على المعتقلات والصعق الكهربائي وصنوف التعذيب الأخرى. وكتبت الصحفية بجريدة الواشنطن بوست كارين عطية: ما تجمال ولن يعود مرة أخرى، لكن يمكننا على الأقل محاولة إنقاذ حياة مواطنين سعوديين آخرين مثل لجين الهذلول وهاتون الفاسي وعصام الزامل وآخرين كثيرين. لكن بدل من ذلك يستخدم جاريد كوشنر تراخيصه الأمنية لتبادل السلام والابتسامات مع المتوحشين من أمثال محمد بن سلمان. ودونت الناشطة السعودية ريم سليمان: عدة بنات قمنا بنشاط حقوقي طالبنا بتحسين واقع المرأة، جاءت الحكومة بعد ذلك وأقرت وتقر يوما بعد آخر كثيرا من تلك المطالب، والنتيجة بيان النيابة العامة يجرم تلك الحقوقيات ويتهمهن بتهم لا يقوى جيش عرمرم على القيام بها، فضلا عن نساء هن أمهات لديهن أزواج وأطفال ينبغي العناية بهم. أما الصحفي السعودي سلمان الدوسري علق وقال: الدفاع عن حقوق المرأة لا يعني أبدا أن تستثنى من القوانين وتكسر الأنظمة، ليس منطقيا أن تدافع لكي تتساوى المرأة والرجل في الحقوق وتفرق بينهم في الواجبات. ليغرد أخيرا المدون السعودي تركي الشلهوب بيان النيابة العامة: بعد تعذيبهن والتحرش بهن وتهديدهن بالاغتصاب والقتل يعلنون إحالتهن لمحكمة الإرهاب، أي إرهاب أكثر من إرهابكم؟ تقتلون من يعارضكم بالمنشار وتعتقلون من ينتقدكم، بل وتعتقلون كل من يطبل لكم وتعذبون وتتحرشون بالنساء المعتقلات وغيرها. وفي السعودية أيضا قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن السلطات السعودية تواصل اعتقال وليد فتاحي الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية منذ نوفمبر 2017 وما زالت تحتجزه من دون تقديمه للمحاكمة. وأضافت الصحيفة أن فتاحي تعرض للصفع وتم اقتياده معصوب العينين، حيث تم تجريده من ملابسه الداخلية وتعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن صديق لفتاحي تحدث إليها شريطة عدم الكشف عن هويته لتجنب الانتقام أن معذبي وليد فتاحي يجلدون ظهره بشدة لدرجة أنه لا يستطيع النوم عليه لعدة أيام. وحول قضية الدكتور وليد فتاحي غرد الدكتور عبد الله العودة قائلا: في الوقت الذي نتحدث فيه عن الوطن بمعناه الحقيقي الذي هو الشعب، نرى قامات وطنية مثل وليد فتاحي تعذب حسب تقرير نيويورك تايمز. ليعلق ياسر أبو هلالة: الدكتور وليد فتاحي خريج هارفارد ومتحدث تحفيزي يجمع بين الطب والثقافة الموسوعية والقدرة على التعامل مع الكاميرا، يحمل الجنسية الأمريكية ويسام سوء العذاب في سجون السعودية من دون توجيه تهمة، مثله يستحق التكريم لا التجريم. نيويورك تايمز تفتح ملفه. ليعلق الناشط علي هاشم: نيويورك تايمز تنشر معلومات عن ظروف اعتقال وتعذيب الدكتور وليد فتاحي في السجون السعودية. السعودية تحتجز وليد فتاحي الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية منذ 2017 دون محاكمة. ليعلق حساب معتقلي الرأي: من أشد صور التعذيب أنه كان يتم تعريته إلا من اللباس الداخلي ثم يتم جلده وصعقه بالكهرباء. وكان حساب معتقلي الرأي قد أشار سابقا إلى تعذيب الدكتور فتاحي. بهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم لعل واقعا يتغير أو وعيا يزداد بهاشتاج. إلى اللقاء.